شوف اسئلتنا النهارده، اسئله الشاشه اللي محضرها لنا النهارده فريق الاعداد طبعا والزميل محمد كارم. والبدايه، عدم قيد الصفقات الشتويه اثر على الزمالك، وكنت اتمنى تواجد هذا اللاعب امام امام شباب بلوزداد. يعني انت الكلام على احد اللعيبه الثلاثه طبعا، الثلاث ناصر لعيبه، منسي وبالحاج الثلاث لعيبه نعم. يعني الثلاث لعيبه كنت مين كان يصنع الفرق فيهم كده؟ يعني كنا واحد زي ناصر منسي، احنا محتاجين مهاجم صريح. الفرقه محتاجه الفتره دي مهاجم. نعم. نروح نشوف السؤال الثاني. هذه رسالتي لاتحاد الكرة بعد رفض جيد صفقات الزمالك الشتوية. بصراحة احنا اتكلمنا في الحتة دي، يعني نعم. انت الاب الشرعي للكرة المصرية، نعم. وانت المفروض تبقى الداعم الاول والمساند الاول لاي فريق مصري بغض النظر نعم زمالك زمالك اهلي. نعم اكيد. انا طبعا حاجة غريبة جدا ان انت انا قلت كده في مقدمتي، يعني يعني ما فيش، عاملنا كلنا زي بعض يعني عاملنا كلنا، وخلي المشاكل الشخصية بعيدا بعيد عن الانديه. تاني، اركنها على جنب. نعم. مشكلة بينك وبين المستشار خليها على جنب، نادي الزمالك يعني اهم من اي حد. نشوف السؤال. الزمالك تأثر برحيل هذا اللاعب وكنت أتمنى استمراره مع الفريق. أي أنا إيه اللاعب، مين اللاعب اللي حضرتك شايف إن الفريق تأثر يعني انا برحيله؟ بصراحه يعني امام عاشور، بن شرقي، يعني لو الاثنين دول، تختار لاعب واحد. الاثنين لو هختار لعيب يعني بن شرقي. إن شاء الله. نعم. هذا سبب تألق اللاعبين المعارين بعد رحيلهم من الزمالك مثل أوباما ومحمود علاء وشبانة. الضغوط اللي كانت محطوطه عليه اتشالت. نعم. اتشالت من عليه، فامكانياته الحقيقه واتحطت ظهرت. على اللعيبه الجديده اللي جت. طبعا انت بتلعب في نادي الزمالك، انت اللعيبه دي محمود علاء ده يعني كان هداف، نعم من مدافع الهداف الهداف. التاريخي للمدافعين يعني، نعم. وكان في وقت من الهدافين الدوري العام. لا واخد افضل لاعب في المباراه، 3 مباريات متتاليه مع الاتحاد السكندري، وبيحرز اهداف. وفي يعني الفتره فريقه الاخيره خسرانه 2، فريقه بترجع مش فاكر ماتش مين بيكسب 3، هو اللي بيجيب هدف الفوز في وقت قاتل واوباما في وبيفوز في السعوديه الفوز. شغال اوباما بشكل ما شاء الله عليه. هذا هو السبب الرئيسي في تتويج الزمالك ببطولتين متتاليتين للدوري العام. يعني انا مش عايز اقول اللمه، كله الدكه، صح. اوضه اللبس، نعم. اوضه اللبس كانت مقفوله كويس، يعني اوضه اللبس كانت مقفوله كويس، عشان كده قدرنا نخرج بالبطولتين دول. الحب طبعا كان اوضه كله اللبس بيحب ده الكوره. يعني نعم حب، التزام، نعم كله، ترابط، كل حاجه، الروح، الروح. الحميه، الغيره على ما انا النادي، لو الغيره على حبيت التيشيرت. طبعا كل اكيد. الحاجات دي مقومات النجاح. طيب حضرتك اختصرتها في كلمه اللمه، ترجع تاني ان شاء الله ولاعيبتنا تقدر. الزمالك يواجه حربا اعلاميه لهذا السبب. ليه يا كابتن؟ عشان خدنا بطولتين الدوري. والله دي من الاسباب، طب دي هو من الاسباب حرام ان احنا نتنافس وناخد بطولات؟ يعني دي من الاسباب ان انت واخد بطولات. يعني الاعلام اللي يعني مش عايز اقول الاعلام المفروض يبقى محايد، القنوات اللي هي اللي محايدة. يعني هنقول ايه، قناه الزمالك لازم تدافع عن نادي الزمالك، قناة قناه الأهلي تدافع الاهلي عن الأهلي، لازم تدافع عن، وقناة بيراميدز كانت بتدافع عن انما بيراميدز، القنوات التانيه قناة الاعلاميه تشيلسي تدافع عن تشيلسي، وقناة طبعا ليفربول تدافع عن طبعا ليفربول، وقناة مانشستر تدافع. لكن لازم كلام حضرتك على القناة المحايدة تدافع، اللي هي بتاعت الكل، كل بتاعتي وبتاعت قناه، الأبيض القناه دي والأحمر والأخضر والأصفر. انما لما ابقى انا قناه المفروض ان انا اكون محايده، نعم. وما بقاش محايده بفقد مصداقيتي وبخلق الحرب الاعلاميه اللي موجوده نعم دي. أكيد. نشوف اللي بعد كده. الزمالك يفتقد لتكاتف أبنائه وقت الأزمات. ما زي بقول لحضرتك، معدن الزملكاوي الاصيل نعم. زي ما بنقول كده بيبان في وقت الشده. الزمالك دلوقتي في محنه، مش هنقول محنه، في عدم توفيق، نعم. مش عشان الموضوع ما نكبروش قوي، الموضوع ان احنا موقفنا نتائج سلبيه. مين بقى اللي هيقف جنب النادي؟ مين اللي هيدعم النادي؟ مين اللي هيساند النادي؟ زملكاوي مين اللي مخلص. هيقف في ظهر النادي؟ ومين بقى اللي عايز يهد النادي؟ دي حبان نعم. الموقف ده هيبين فعلا معدن الزملكاوي الاصيل. واعتقد ان يعني ان اغلب نعم الزملكاويه في ظهر النادي، لان النادي ده هو اللي عملنا كلنا. نعم. اخر سؤال معانا. هذا افضل تشكيل في تاريخ الزمالك، لو حضرتك هتحط افضل تشكيل لتاريخ الزمالك. ده صعب
صح. السؤال ده يعني مش في المنهج. لا انت عشان الزمالك على مر العصور يعني في اجيال عظيمه، اجيال عظيمه، عشان لو اخترت 11 هتظلم 111. لا انت لو خدت 11 هتظلم. انا معاك والله، لان نجوم كبيره جدا. نعم. وعشان تحط 11 لعيب تيم في نادي الزمالك بتاريخه الكبير ده والنجوم الكبيره اللي احنا حبينا نادي الزمالك عشانها. نعم. وقبل ما نيجي النادي وكان لينا الشرف ان احنا لعبنا مع نجوم الكبيره دي، فصعب. صعب. وانا بضم صوت لصوت حضرتك، هو فعلا صعب. حتى لما كان قبل كده نجوم كتير بيقعدوا مكان حضرتك كده وبيختاروا، هم بيظلموا نفسهم قبل ما بيظلموا باقي الرموز اللي بيختاروها واللاعبين.